استغلال الطاقة الشمسية كبديل للطاقة الكهربائية وخلق نشاطات اقتصادية بالولايات الجنوبية رهان تسعى الجزائر لتحقيقه اليوم بهدف تنمية هذه المناطق لا سيما النائية منها. الإنارة العمومية في الإنارة في إيصال الكهرباء لبعض البيوت المعزولة، وكذلك في الفلاحة في ضخ المياه يعني لو بومباس سولير بور ديفلوبمون دو لاغريكول. خدمنا في تمن راس، خدمنا في إليزي، وخدمنا في كذلك في أدرار. ولأن الجزائر تتمتع بمخزون هائل من الطاقة الشمسية، يهدف مشروع تطوير الطاقات المتجددة إلى إنارة المنازل والمدارس والمباني العمومية بالمناطق الجنوبية المعزولة، وكذا تطوير نشاطات أخرى خاصة في مجالات الفلاحة والري. عندنا مناطق معزولة اللي ما نقدرش نوصلها بالشبكة، أو بنقدرش وين استعمال المازوت يعني لتوليد الكهرباء يعني مكلف من حيث النقل، من حيث التكلفة. الآن يعني فيه برنامج لإيصال هذه البيوت بتركيب ألواح شمسية. والاستغلال أمثل للطاقة الشمسية بالولايات الجنوبية، أقدم باحثون بمركز تطوير الطاقات المتجددة على تصميم وتطوير جهاز نظام لتعديل مستوى الطاقة المتواجدة في البطاريات. هذا المشروع بدأ في جانفي 2018، وبعد ما قمنا بمراحل الديفلوبمون في المخبر، ذكرنا لحقنا في لو تيست تاع هذا المشروع في الساحة، ونشوفوا التطبيقات تاعنا. والتطبيقات هذه الاولى اللي استعملناها هي الاناره في طرقات كيما لو ريغولاتور. لحقنا لا بارتي وين اون بو لو ديليفري ان برودكتور ان اندستريال الجيريان. وتندرج هذه المشاريع الطموحة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتهيئة المناطق الحدودية خاصة الجنوبية، على أمل أن يتم تعميمها في جميع المجالات.